هنا بيدافع عن الرجالة المتبرعين، كيف ترين السيدات المتبرعات؟ واضح ان الزوجات عاملين دور كبير عندكم. اتفضل. الستات عاطفين اكتر. 100 حالة؟ 100 ست اتبرعت لراجل، يعني لجوزها، لزوجها. ايوه، وانت بتدردشي معاهم وبتتكلمي معاهم، احكي لي المشاعر انها بتدي جزء من جسمها لزوجها. ما عندهاش ادنى مشكله خالص، اهم حاجه ان هو يقوم بالسلام ويبقى كويس كده. الستات عاطفين عن الرجال، يعني هو هي شايفه ان هو لو جوزها حصل له حاجه هي هتبقى ارمله، بيتها هيتقفل، ولادها هيتشردوا، حياتها هتقف. بعض الرجاله مش شايفين الوضع بالشكل ده، هو شايف ان هو لا، انا ممكن حياتي تستمر بعد زوجتي. هيكون بيحبها وكل حاجه، لكن مش زي برضه زوجته. ما هي الستات عاطفيين، وعلشان كده هي بتتبرع يعني باريحيه تامه، وتيجي تقول خدوا. حتى لما بنيجي نرفضها ده بقى اللي بيبين اكتر. ايه بقى؟ انا ما برفض متبرعه لاي سبب ست تتبرع لزوجها، سواء عدم تطابق الفصيله او عدم تطابق في توافق الانسجه او بتعيط وبتبقى زعلانه. طب ما فيش حل، طب ما فيش علاج اخده، يعني لدرجه ان هي بتشايف نفسها ان هي انسانه مريضه او غير صحيحه لانها مش قادره تتبرع لزوجها. الموضوع اقل شويه في الازواج، ممكن زي ما الدكتور ايهاب بيقول عشان السن الكبير، بس لا، ما انا عندي شباب بيجوا صغيرين، زوجاتهم صغيرين، هو شاب صغير وما بيعرضش ان هو يتبرع عليه. فلا، يعني الستات اكثر كرما من الرجاله، مع احترامي لحضراتكم في الموضوع بس ده. بس واضح ان الابناء اكثر كرما من البنات. طب ايه تفسيرك ليها ده؟ مش اكثر كرما، دايما في يعني في المجتمع المصري شايفين ان الرجل مسؤول اكتر من البنت، فلما بيجي مثلا رجل عنده ولد يعبر عن مسؤوليته، الولد هو المسؤول الاول. ما لو ما نفعش ناخد البنت، لكن دايما يعني الاب بالذات بيبقى زعلان على بنته اكتر من ابنه، يعني شايف ان ابنه راجل هيتحمل المسؤوليه، حتى لو حصل مشكله مفيش مشكله الست بعد كده بنته. وانتوا بتاخدوا راي المريض؟ يعني مثلا لو طبعا البنت والولد جاهزين للتبرع، ممكن يرجح المريض الاب او الام بيرجحوا الولد عن البنت؟ بيرجحوه. وبيقدموه باعتبار انه راجل مستحمل، بيتكلم معاهم في الاول باراده المتبرع. ايوه، وليس حضرتك ينبغي وفي كل الفرق التي تتعامل مع متبرع حي ان ينفرد الطبيب بالمتبرع دون اي ضغط خارجي، ويساله مره واثنين وثلاثه، هل انت موافق؟ هل عليك ضغوط نفسيه لحد ليله العمليه؟ هل عليك ضغوط نفسيه لحد ليله العمليه؟ واذا العمليه بالليل وصباح العمليه، يعني ممكن يتراجع في اخر وقت؟ هو ده العرف يا فندم في كل المراكز. ان اذا رفض المتبرع ينبغي ان يخرج من المركز في وئام من تام مع المريض وباقي افراد يعني الاسره بسبب طبي ولو مصطنع. يعني انت واصل معاه لحد ده؟ ده ضروري. دكتور، 30 طفل، هو فشل الكبدي في الاطفال يشكل خطر دلوقتي؟ اكيد طبعا، معدلاته زايده، معدلات حقيقيه. موجود وباعداد كبيره. بس يعني احنا بنعتمد برضو على، احنا هنا المركز بتاع السن الكبير، فاحنا معتمدين على اللي بيجيب لنا الاطفال، مستشفى الاطفال. العدد موجود وبيمثل طبعا خطر على حياه الاطفال، بس العدد بالنسبه لنا قليل شويه، لانه احنا بنشتغل على احنا حد بيودينا. ايوه، قول لي يعني اصل ده مؤشر خطر جدا. ان الاطفال يبقى عندهم كبد عايز يتغير. هو عايز تقول يا دكتور؟ اتفضل. حضرتك من ناحيه ثانيه قول. هو الحاجات دي حاجات مش مكتسبه، يعني في الكبار دي حاجات مكتسبه، امراض، فيروس سي. ده بالنسبه للكبار. الاطفال حاجات موروثه، هي كانت موجوده قبل كده. موروثه كانت موجوده قبل كده